وبتقول اني جاري وجاي تتفلسفي علينا. وحيد
الخيطان روز. مش مهم مين الأب، مجنون سكير عامل أي شيء. احنا الحريم كلنا في الشعوب، الشعوب نصها بلا أب. قول احنا أولاد الرحمة، انولدنا في سجن الحياة، طيور بتسافر بتهاجر، واحنا بنستناها زي الصغار. الروح اللي بتفل من القبر وما بتعرف لوين. مسكيني هاي الطيور اللي بتقطع الصحراء وبتهدي على البحر وبتضل عطشانة. أبوك كان يقول كنت زي الطير ما في قبل سطور مطار. شبابي مطار، رجولتي مطارة. كتب عليهم شي في الشوارع الخلفية. شفت بيركض وراي زي النمل. وظل ينادي الريح وينادي السما ويقول خليني طير. لكن الشوارع الخلفية ما خلت لأبوي ولا حتى حبة جمل. وظل يصرخ لحد انجمل، وصار الرقم 1113 وأنا 1114 وأنا الرقم 27 وهاي الرقم 28. يا أنا نحن ننتقل للعالم الآخر خلاص. نعم، قتل في زمن الفتنة. وأنا زيك بس بنختلف في بعض التفاصيل. انتي حبيتي وعشتي الحب والرومانسية، وانا حبيت في الوقت الضائع بس بنجوة نضالية. بعد جبهات غريبة نزلة خلتني زي بياض التلج لما تبرد الغابة وهي حامل بطنها اللي مليان ذكريات حلوة ومرة بنفس الوقت. اخ شو بشتاق لنا على امي. مناضلة وبخور وبياض ثلج أي فكينا عاد. عشت ما فترة بسيطة صحيح، بس كنا كلياتنا بنخاف من الشرطة. أنا بخاف من شرطة الأدب بس، وهو بخاف من كل أنواع الشرطة. حكى لي إنه مطارد، فحبيته ببيتي وعشت معه عشان بس هرب. خلينا نهرب. الأسبوع الأول عرفته باسم، والاسبوع الثاني عرفته باسم ثاني، وتوالت الاسامي لحتى عرفته بسبع اسماء. مزيفة نضالية، يعني بلغتي اسماء حركية. ريحته علقت بكار تفاصيل جسمي. لا تطلعي فيا، أنا بعرف الرجال أكثر منك، بعرفهم كثير. لا تجادليني في هذا الموضوع أبداً. خبرة يابا. طيب يا خبرة، عرف عنك كونك استغفر الله العظيم بنت. ليه؟ أنا هو في شيء بتخبى بالبلد، أصلاً هو لقاني بالليل وبالشر والدنيا عشر، وأنا كنت ساكرة على Yeah.
الجارة وظل عندك؟ هو كان عنده خيار تاني أصلاً. يعني انت ما صدقتي وصدقتي يا حصان. بالعكس، هو اللي ما صدق ولا أبيتي منه، بل يبكي على صدري ومنزل وفعلك والأهل. مش بس هي، صاروا كاترة وعويل وعياط وضليناتي. صرنا تجربة. وأنا مع إني ما كنت فاهمة شو يعني صرنا تجربة، بس كنت أحسي وأبكي معه، حتى إني بكيت أكثر منه. صار هو يبكي وأنا أبكي، يصرخ وأنا أصرخ، ينادي وأنا أنادي. صرنا تجربة. أحسننا كل من تجارب. أجارك بعتها واختفى. خلينا نهرب. هرب. خلينا أنت هرب. تركني وحدي أصارب بين الناس. أنت لا صحبتي. شو بدك تجيب الطفل عن حياة؟ شو متأملي؟ دكتور، نائب، وزير، طبيب، ولك شو؟ صار سمو يرخي ويزبط ويخبط راسه في الحيطان. حكى لي أنا ما بدي، ممنوع علي، ما بدي طفل يدب فيه عليك الحياة ويطلع مني من الزيت. تمام، شو موقفه لما يكبر ويحب أمه؟ حاضر حالك على هاربها. يا شيطان، لعنة الله عليك وعلي بمشي على اخطار. امين يا رب. مالك انا بلعنك انت؟ انا مسكين اكثر منك. كل اللي صار من صدقتي الانسان الوحيد اللي حسسني اني انسان. ما كنت قدرت اتشابه بلحن بين ايدين الناس. الاحسن تدعي لربك بلكي هدها الجدران. انت يا صغيره لا تصير العن منها.
المدرسة واسمعها لحتى ترجع وندرسها بالجامعة. خليها تعرف شو يعني شرف وكرامة وأخلاق. ويكون متي بنتي تعيش لحتى تغسلني لما أموت. يا رب يا رب يا رب أنا رقم 27 بناديك يا رب يا حارس روحي الحامي للحياة اللي معنا يا رب يا رب أنا الصاطة 27 بناديك يا رب. لا تصرخي ارجعوا بالصمت ابنوا ولادها من ما تصرخ. ارجعوا بالصمت ابنوا ولادها علمي خذي نفس ارجعوا بالصمت بالصمت تشتغل اعلان ملكي ابنوا للدور لا يمكن قتله بس احنا لازم نهرب. الحقنا الصاط وروحي الحقنا الجزار محامي خطر منطخ بالدم خذي نفس. ليش بنقتل الوحش اللي عيشنا في الوهم؟ خلى كل وحده فينا عباره عن برميل مي ثالث. خلينا عبيد لنار الغربة والوحدة والعزلة وضف فينا نار الدهشة خلينا نهرب. اسمع مالحقود والريح بتشق الصدر خذي نفس. ملعن مرة كلاب وانا بخاف من الكلاب شدي. يا تتردد الزمن اخي يمكن من تحت حرك ومعي بس ام طاولك يلا انت ايوه لا 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 انت ايوه انت انت ايوه انت 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 انتي راح تكمي بالموازين اترشح نائب وين مكان راح تنجح الكل راح يحسب حسابك لكن خلي هدفك بالغاية وما تبرر ممنوع تحكي ممنوع تشكي ممنوع تبكي الخلف خط احمر خدك مرتك عشيرتك ممنوع عليهم طول الحياة دوس علي تحت العين Thank you.
الجنة؟ ما دعني بسمع صوتك، ما ظنيت. الله يخلك، الله خلصني منك. انبسطي يا اختي هينا، مش بالجنة. كلت كتل في الرئة عبلد. علينا نسمع حكي بنت صغيرة طايشة. هي وينها صحيح؟ يا بيتي من زمان. نهي منتك وزت في القرية. جوزي كان عنده بقرة، عشت أنا وهو والبقرة، طول النهار خليني أحرس وبالليل يضربني ويغتصبني، ولما كان يغتصبني قدام البقرة يزيد صراخة، ولما يزيد صراخة ويكيف ينتشر، وكان يقول لي إن البقرة مرته الأولى وأنا مرته. كنت مرات أقعد أحكي مع البقرة، أقعد أحكي لها وأشكي لها همي. ترى اسمعي علي جاي، أنا وأنتي بنشبه بعض، أنتي بتأكلي وبتشربي وبتحلمي وبتنامي، وأنا زيك، أنتي بتضربك بالنهار وأنا زيك بس بالليل، أنتي بسوقك قدام وأنا بترك نركض وراك، بس لو إنك بقرة ما بتشعري بالليل. ولا انا يا حبيبي، انت رح تموتي في الزريبه هون، وانا مش بعيده عنك، انا بالغرفه اللي بجنب. وقفت البقره وطلعت علي، اقسم بالله اني شفت الدمع بنزل من عيني. بعدها هربت البقره، انجنت، اختفت. لا تبدا حكايه المراره، مررت ان جوزي حملني مسؤوليه هرب البقره، وكل اللي قتلي على قتلي لحد ما صرت خلطة من جنون وطين وقدارة، لحد ما حملت وعرف وقتلني وهربت. هذا انت طلعتي مسكينة. لا انا مش مسكين، انا طاهرة مش زيك. طيب يا طاهرة، خلينا الطهارة إلك يا اختي. انا المواطن رقم 1114 اعضاء. ضربوني زي الثور وانا مرت، شعرت اني بموت من اللذة، وعلى راسي بتبقي بكثرات المي، دفعوني للجنود زي
تموت لي كنت أدعيه بك بواب السماء فتحت. كنت بسمع صراخ بس ما كان عندي ابن ياكوب. كنت بتمنى إن الأرض هاي تنفتح وأدخل فيها شوي شوي بدون صلاتك. سمعتي شو بحكي؟
أشمم بنتي بحليبي؟ أنا أشمم طفلي بحليبي؟ ليش؟ عشان شو؟ بنتي اللي حكت لك هتطلع أحسن مني، بنتي اللي راح تكفني لما أموت، أسممها بحليبي، أقتلها بإيدي، وأكلك. أنت مجنون مجنون. تركتي راشد في الرمل وتركتي لقطة الدم في أحشائك تكبر، خلفت إرادتي وربطت تتخلصين من خطيئتك في لحظة السلم، وأجى الوقت اللي أمنحك الفرصة لتتخلصي من خطيئة العمر. السم، نقطة سم على صدرك وبس، نقطة سم راح تخليك على قيد الحياة. الشرف، عليك تعيش بشرفك، وهذا انتقام لشرفك. شرف شو؟ شبك كنت تطفي سجاير بجسمي، كنت تحافظ على شرفي، ولا لما تضربني بالصوت تحافظ على شرفي، ولا لما تطلع بنتي من بطني زي الصخرة من بطن الجبل. فعلا منكم رجال شرفاء، رجال شرفاء. بشروط الفكرة وعظمتها. سيجارة اليوم سيجارة كل شيء ضمن الاتفاق. اللمسات الرقصات كلها ضمن الاتفاق. فكر منيح، اما الحياة أو الموت. أسهرت للآخر. يم موت على الطريقة الأمريكية. موافق. أنت مسنونة أكثر منه. ارحم على رحمك. موافقة بس لما أصير زي حورية المي وأشيل المراية العمية عني. موافقة بس لما بطل بقرة وتبطل ثور يا راعي البقرتين. موافقة بس لما أخذ رمحي بكلب رجولتك الكذاب. موافقة لما ارفعك على خازوق وسط ميدان مليان مشط، واقعد كل يوم صبح تحت العمود واحكي للناس واولهم للي ببطني عن قصة الموت على الطريقة اللي انت بدك اياه. مانيش موافقة. سامع؟ فاهم علي؟ مانيش موافقة حتى لو ملام حب تشبه ملام حكي الميتة. مانيش موافقة حتى لو دمه من دمك النجس. مانيش موافقة. بدك الموت باللي ببطني ولا كذبني؟ هذا قطعة من عذابي من روحي، ولا هذا اللي صبرني على قرفك كل السنين. اسمع، غصب عنك ابني رح يجي وراح يعيش وراح يصير امير من ذهب. خلصنا الاخيرة من الذهب. خلصنا الاخيرة من الذهب. خلصنا. انت مش راح تطلع من هون ابدا. وانت يا ست الحسن يا عرابة غبي، ايوه غبي، ومربي بقرة وعاش مع بقرة ثانية، متخفي وعاش مع بقرتين، انتي والبقرة الأولى اللي هربت، بس لما البقرة الثانية حبلت أكلت قتلة وهربت، ولما هربت البقرة الثانية صار داير في الشوارع يبحث عن البقرة الهاربة، لقي بقرة ثانية. مدام جوزك المسمى جوزك بعد ما انتي هربتي صار زعيم، صار قائد هارب منه بقرتين. اتحطمت الفكرة، العالم كله صار معتوه، العالم كله صار ثورة رجعية، وما عاد الفكرة نحتاج لها. الفكرة والقوة، يعني احنا القوة اللي بتسير الحياة، احنا القوة
اللي بتخلي الارض تتنفس. احنا القوه اللي بتزلزل الكيان كل رافض. احنا القوه اللي بتزرع الربع في قلب الواحد. خلاص يا اختي خلاص علينا من خلاص من كل عار ومن كل ماضي مجهول. انتوا الماضي اللي شعل النار الكوف في قلبي واشعل نار العزايم. انتوا الماضي المجنون. ليش احنا الماضي المجنون وانت السبب في هذا اليتم اللي احنا فيه؟ انك تموت بعيد عن العيون. انت تشوفني رابط وجهات عيونك وبلكي ضاق قبلك ورشك رش حتى تتفرم عظامك. انتي نقطة ضعفي في زمن القوة. مش بس هي نقطة ضعفك، كلنا نقطة ضعفك. لا، في غير المزروع فيها من غير دمي. روح كانت تصرخ يا اخوي، اخوي اللي قتل الانسان اللي حكني وخلى ابوي ينجن. مجنون، مجنون اللي مرغ الكل بالمحب، قتلت انساني بايدك، هذاك اللي جوزت بايدك لتخطيطك بدم اللي كان صاحبك وفي دربك في كل يوم وفي كل ساعة. كان الدم ساخن زي لهيب الأرض، زي نار البركان الطالع من وسط الجبل. شفت بياض عيونه وهو بترجع، كان برج عيونه بيحكي قصص كل سنين صحبتنا كلها مساتنا وأحلامنا سوا. لكن كان علي إني أخلص من كل اللي هو في طريق المجد، طريق القوة، الوصول لقمة القرار. القرار يا أختي يحتاج إلى تضحيات. هم حزنت، الحزن معدوم ممنوع، الدمع ناشف والقلب ميت. لكني غمضت عيوني كان قمة الحزن. غمضت عيوني بس الغبرة، غبرة يا أختي مرت وأنا بحط رصاصة بين العيون. أجاني شعور كبير بالراحة وتنفست وأنا سيقا. إنتي ولا لسه؟ المدو جوزك اللي كان صاحبي خان وخطف أختي وكان ناوي على القتل بفراش الليل. وهو كان شفاه زي المي، ما كان يقدر يتحصون. كان عيالي فطرية متفكران في الظلام. خليتهم مدة 3 أيام، لكنها اجت صاحبتكم ومعها أبوي. حفروا دور القبر وسط الساحة وصلوا عليه بدون إذن من حدا. الأخو يعني الضحيطان بك
يحسم كل جروحنا. الأخو، الأخو يعني قلب كبير مليان حياة على الدكتور. الأخت اللي بيخلي البيت هادئ من النوافذ الحمام تصرخ وتحكي آه وأنا ايدينا بالدم ولا غرقنا فيه. رحبت له يعني رحبت. هذا قرار هو ولا شيء، هو مجرد رقم. الوالد وظيفة بسيولوجية عظيمة، اما الاب فهو وظيفة ثقافية، وانا ضد المعرفة السطحية. بهذا الى قائد جديد، وانا القائد كل من جديد.